عمل رمضاني عايزين نبارك لك عليه وهو مسلسل المعلم. المعلم المعلم احكي لنا كده بقى حيثيات اللي تعرف بس تحكي عشان ما تبقاش عايز تحرق. انتوا لسه بتصوروا لحد دلوقتي؟ لسه بنصور. مش موضوع بيبقى بالنسبه لك موتر كفنان ان انت ومعظم الاعمال بتبقى كده، بس طبعا يفضل اكيد ليك ان انت تبقى معاك الشخصيه من البدايه، لان هي انت عارف هتقف فين وهتبتدي في ايه خلاص، يعني انت عارف الملكه بتاعت الشخصيه اللي انت بتجسدها، ولكن انت طول ما انت بتعرض وبتصور في نفس الوقت الموضوع ده بيبقى بالنسبه لكم موتر اكتر ولا ما هي مش ناقص قوي زي ما انت متخيلها؟ هو من البدايه خالص بتقعد مع المسؤولين عن العمل وبيقول لك هو الكاركتر ده هيروح في الحتت الفلانيه واحنا عايزين نقصد بيه كذا، لانه في الاول وفي الاخر هي مسؤوليه مشتركه يعني ما بين صناع العمل وما بين الممثل اللي بيجسد الشخصيه. فلا انت بتبقى عارف ايه الحدود اللي انت بتلعب فيها ومقصود اصلا هو الغرض من الموضوع. عشان كده من شويه كنت بقول لك ان الحاجات اللي ممكن تسيب اثر او تعلم مش في لحظه حسيت ان انا عمال بتكلم عربي بس كنت لسه توصلت الضوء فقلت لا ما تشوف كلمه حلوه بس يعني ان احنا نوجه نظر المشاهدين لحاجه جديده. فهو من الحاجات اللي شدني جدا في المعلم ان هو مسلسل مكتوب بشكل غني جدا غني جدا جدا، الكلمات والمرادفات اللي متقاله، المشاعر اللي في كل مشهد، كل مشهد ليه اوبجكتيف مشاعر ما يعني ما في ما والقصه مرادفات بمعنى ايه؟ اصل احنا بقالنا فتره مزنوقين في حته في رمضان ان احنا لازم الاماكن الشعبيه كلها تتكلم بوزن وقافيه. لا ما هو لو هم بيحبوا ده يعني فهل المرادفات دي برضو موجوده في العمل المشترك؟ هي الناس فاكره ان هم بيحطوها عشان تبقى موجوده، هي اصلا انت لو انت بتتكلم بلسان بالظبط، انت لو بتتكلم يعني بلسان حد يعني نرجع بقى للنقيد ان انت لو تعمل مسلسل كومباوند وما اعرفش ايه ما مش هتلاقي حد بيتكلم باللغه العربيه الفصحى ويقول حسيت اني عايز اقولك صباح الجمال والدلال والبقاء مش هتتصدق. وبالتالي انت بتحاول تاخد حتة من الواقع تبروزها بشكل كويس تنقل بيها. حلو، شفت انت قلت حتة من الواقع. هو الموضوع ده بيبقى حتة من الواقع بس احنا بنمسكه بقى بنجيب اخره. انا اقول لك وجهة نظر، كل وزن وقافي عمالين نعلي على بعض. هقول لك وجهة نظر الحقيقية. هي الناس في حد بينزل فيديو على تيك توك او انستجرام يجمع حاجات القافية فالناس تشوفها فيقول لك ده المسلسل كله، ومحدش بيبقى شايف المسلسل كله اللي فيه وزن وقافية. بس هو شايف الكام فيديو اللي ورا بعض اللي فيهم وزن وقافية متجمعين كده معمولة كولكتيف كده فيقول لك المسلسل كله وزن وقافية. بس هي بتبقى دي اللغه اللي هم بيحبوها. على فكره انا بس هيبقى شهادتي مجروحه جدا لان ده بالنسبه لي بالظبط. انا احب الجناس التام والجناس الناقص وان الورد بلاي وان انت نفس الكلمه تبقى ما اعرفش ايه السجع فانا هتبقى شهادتي مجروحه في الموضوع ده جدا. دينا درس بلاغه كبرت الموضوع يا رب. فانا احب الحاجات دي قوي. وهي عشان كده بقول لك المرادفات طول ما هي في مكانها الدرامي انت تمام. طيب اسامه عشان احنا وقتنا بيخلص للاسف نحمس الناس اكتر بقى اقول لهم شويه معلومات عن مسلسل المعلم اللي نازل في رمضان، يعني مين بيشاركك اخراج مين الكلام ده كله. إيه انا ممكن كمان اكلمكم عن تجربه الشخصيه لان هي بعد طاهر والشاب الشاب اللي هو صغير في السن ده بتاع مزيكا الواد اللي كده ده شاب كده عايش حياته عايز ابقى هوبا يا عايش ليه شخصيه في حاره وهو الوحيد المتعلم عن باقي الولاد الحاره وهو الوحيد اللي ابوه بيديله مشاعر حب كبيره جدا ومدلعه جدا وكل حاجه بس بيكون ضحيه للادمان. فهو طالع بس بقى الحاجه المهمه اللي انا كنت اقول لك عليها ان المسلسل بيسلط بقى الضوء او بيعالج الحته بتاعت ان المدمن ده هو طول الوقت غصب عننا وعن الناس وعن ممكن مش عارف ايه السبب بس طول الوقت هو المدمن بيبقى هو المجرم يعني هو عامل شيء ما خاطئ.
بس في الحقيقه لما بتخش جوه الحاجات بتلاقي ان 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 هو ان المدمنين دول ضحايا اشياء. هو الادمان مرض. هو بيبقى ضحيه حاجات حصلت. بالزبط. ده نتاج حاجات حصلت. فانا كانت عجباني الزاويه دي، الزاويه بتاعه البصه بتاعه ان احنا بنشوف زاويه اخرى لمدمن. هو كمان مش الفكره بقى بتاعه ان هو الظروف الوحشه حطته فخلته، لا عادي ظروفه جيده. مش احسن حاجه بس ظروفه جيده، ما بتفرقش، يقدر يعني يتعايش. بس ايه اللي وبتشوفه انت من انهي كادر كده، فبتشوف ايه اللي حصل له فوصل لايه. فانا موضوع بالنسبه لي مش عايز بقى يعني هو نخش خلينا عشان خليه يعني فالناس كليشيهات الفنانين اللي قبل رمضان دي بحبها، عارف نخش في رمضان مش احرق الاحداث طبعا كان نقول الكلام ده صح يعني كل الدباجه نقول الدباجه بالظبط مش احرق الاحداث بس هتتبسطوا جدا مع حفظ الالقاب مش عايز امسح حد في كلام كده كتير لازم. بس انت سريعا كده المسلسل مين بيشاركك فيه؟ مصطفى شعبان طبعا، مش انا بشير مصطفى لا يعني المسلسل ايوه احنا كلنا زملاء. هاجر احمد، سهر سويق طبعا، استاذ احمد فؤاد سليم، مش عايز انسى حد اوعى. لا انا بجيب لك بقى طبعا اقولها في النص حفظ الالقاب وايه تاني مش عايز انسى حد. تقول اسم من غير لقب غير استاذ من علمني تقوم لامم وراها. لا مصطفى شعبان، هاجر احمد، سهر الصويغ، الم مع حفظ الالقاب لازم. احنا يا جماعه بنعمل انسى تقول بتعلم انا ايوه عشان بعد كده اقول مش عايز انسى حد.